دكتورة حنان، واحنا مش هنسكت ابدا ولا عن قلل الحوار حول مسألة زي دي. دكتورة حنان، بعد اذن حضرتك، هو ايه اللي احنا محتاجينه عشان نحصن بيوتنا؟ مش عارف، عارف حضرتك انا مش جاي لي قلب ان انا اقول احصن اولادنا، لان في الحقيقة مش اولادنا بس. ايه اللي احنا محتاجينه عشان نعالج ونحصن بيوتنا من الادمان؟ هو عندنا مستويين، مستوى البريفنشن زي ما استاذ ابراهيم كان بيقول حضرتك بتقول، مستوى المنع ان انا احمي، بعد كده تاني بقى مستوى انا لو عندي حد عالج. لان الاثنين عندنا موجودين، يعني في احتماليه لوجود الاثنين صراحه في اغلب العائلات، تمام؟ لا يعني غالبا لا تخلو عائله كده يكون فيها حد، ممكن يكون مش لازم لدرجه القاره الاولى، بس حد اكستندد فاميلي، عائله ممتده، يعني حد ابن عم مش عارف مين بيشرب بيعمل. فاول حاجه المنع، ايه زي ما كنا بنقول دلوقتي، ان هو الشخص ما يجربش. لان احنا يعني احنا دلوقتي عندنا المخدر جه، في ناس هتقول لك انا مش هجرب، لان انا ممكن لو جربت، عشان بس دي حته مهمه جدا، لان انا ممكن لو جربت باللغه كده بتاعت الشارع يعني، او بلغه الشباب اللي هو ايه، الماده تمسك في جسمي، ان انا خلاص اشبك فيها يعني. ساعات ففي بيسموها الاغلب يعني هي ساعات بيسموها الزحليقة. الزحليه وليها اسامي تانية بس يعني مش هقولها في التلفزيون. لكن الاهم بس حاجه، اول حاجه في الشخص يقول لك انا مش هجرب، في ناس تانية تجرب وبسميها اكسبيرمنتال، اللي هو ايه، ان انا هجرب كده واشوف ماده ممكن تعجبني ما تعجبنيش، لقيتها ما عجبتنيش فما خدتش. ده تاني نوع. يبقى اول نوع ما بيخش خالص، يقول لك انا مش هجرب تماما. تاني نوع يجرب وما يعجبوش ويعرف يمشي منه. تالت نوع يبقى متعاطي، ياخد افري ناو اند ذن من حين لاخر تفاريح. رابع نوع ياخد والماده تمسك في جسمه. القصه بقى ان احنا اي حد فينا ما بياخدش، خلاص ست او راجل، ولد او بنت، صغيرين او كبار، هل انا هعرف، انا كدكتوره حنينه اهو طبيبه، هل انا هعرف اما هجرب هبقى ايه؟ ما اعرفش، العلم لم يتوصل يا ليها. لكن سلام، انا يعني دي معلومة رائعة يا دكتورة، ده معلومة رائعة يا سادة. الإنسان لا يستطيع أن يملك ذاته ولا يملك أعضاءه ولا يعرف مدى الاستجابة من أعضاءه لهذا المخدر، ولذلك بالظبط احتمال كبير جدا 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 أن أنت تقع في مسألة، أن زي ما تفضلت الدكتورة أن المخدر يمسك في جسمك، فأنت ممكن ما تعرفش، ممكن تكون أنت من دول، وفي الغالب الناس بتقع في ده. نعم يا دكتور. بالظبط. وفي حته ثانيه يا شيخنا، اللي هي يعني بين الشخص الثالث والرابع، اللي هو المتعاطي والمدمن او اللي عنده اعتماد مخدرات. احنا ما بنحبش نستخدم لفظ مدمن، يعني عنده اعتماد على ماده مخدره وعنده مشكله مع المخدرات. دي بيبقى في طب دايره اسمحي لي يا عصبيه، دكتورة، الدايره حلوة التانيه. حلوة تقول لنا ليه ما بتحبيش تستخدم التعبير ده؟ ما ليه ما عشان في اول حاجه في وصمه، الحاجه الثانيه ان الشخص ما بيتلخصش في قصه الادمان بتاعته، يعني زي الشخص مريض السكر، هل حلو هو قوي، حلو بنسميه قوي ده، فكري؟ حلو قوي ده، مدخل جيد جدا للعلاج، ان احنا نقول بالظبط. ان هو ما عنده تلخصتش مشكلة. شخصيته في مسألة الادمان. بالظبط. هو عنده حاجات تانية في حياته، ده اللي احنا بنبدأ نبني عليه عشان يبدأ يبطل. احنا بنقعد ننور في العلاج على الأشياء الأسيتس، اللي هي المعطيات أو نقاط القوة اللي عنده، أو الحاجات اللي حققها، أو الحاجات اللي في شخصيته، وعشان نقدر نعلي إحساسه بذاته عشان يقدر يتغلب على الإدمان بطرق معينة بقى في العلاج. فدي بس حتة مهمة، إن هو يعني زي ما بقول حضرتك كده، لو مريض سكر مش ده سكر. طبعا الادمان عندنا مشكله كبيره، لان هو السمات الشخصيه بيبقى فيها سمات شخصيه ادمانيه عرضه اكتر للادمان، لازم يبدا يغير فيها. بس في الاخر الشخص ما بيتلخصش في مرض، هو شخص عنده مشكله معينه، مشكله كبيره طبعا، مشكله الادمان، ولكن يعني مش هو يساوي هذه النقطه بس يعني. شكرا على هذه اللطافه.